اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 100 فلسطيني، بينهم عدد من نواب المجلس التشريعي وقيادات في حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية. وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي فرض طوقا أمنيا على الضفة الغربية، وأعلن الخليل منطقة عسكرية مغلقة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون في قطاع غزة في إطار سلسلة من القيود والإجراءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.